جددت عائلة الأحمد ولاءها الثابت لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتزامها الوطني بالدفاع عن الوطن وسيادته ومنجزاته تجاه محاولات قطر الإساءة المتكررة للبحرين. وأشادت عائلة الأحمد بوقوف شعب البحرين خلف قيادته ودفاعه عن الوحدة الوطنية وحماية مكتسبات الوطن، وهو ما يمثل التزاما وطنيا ومسؤولية كبيرة يحملها شعب البحرين تجاه هذا البلد العزيز.